اولا كنشكروا الجمعيات اللي منظمين هذا القافله الطبيه، جمعيه معا للخير وجمعيه أمود للخير، وهذه قافله طبيه وموازيه معها كاين واحد الاعانه، يعني واحد العمل اجتماعي لهذه الساكنه اللي في حقيقه ساكنه اللي في مناطق نائيه بعيده وفي الحقيقه تستحق، كاين اعانات بمواد غذائيه وكاين افرشه والبسه بالنسبة للأغلبية ديال السكان هنا. هاد العمليات هذه خصها تبقى تكرر دائما، لأن حقيقة هاد الناس راه قليل فاش كيشوفوا يعني أطباء ولا ممرضين اللي يعني باش بالنسبة للفحوصات. وملاحظة حنا دابا كنشوفوا الناس وكنلاحظوا بأننا كنكتشفوا أمراض مزمنة لأول مرة، يعني هاد الناس مراض بأمراض مزمنة ولكن ما عارفينش. وانت كتكتشفنا بزاف الامراض ديال السكري، امراض ديال الضغط الدموي، امراض ديال ضعاف البصر، امراض ديال النساء كذلك، يعني وامراض الروماتيزم، امراض مزمنه الناس هنايا في واحد العمر متقدم، واحد السن متقدم وما عارفينش، يعني راه يؤسف له. والحمد لله هذه راه بعدا بالنسبه لهاد الثلاثه ديال الدواوير اللي معنيين بهذه القافله الطبيه، وما ان شاء الله غيستافدوا وغادي تكون واحد المواكبه ديال الامراض المزمنه اللي اكتشفنا ان شاء الله. نحاول ما امكن المساعده ديال الجمعيات والناس اللي كيهمهم الامر باش ان شاء الله نقوموا بالعلاج ديالهم ونقوموا بالتتبع ديالهم، لان المغزى الحقيقي هو هذا، ماشي غير نجيو وندوزوا نهار ونقول راه دوزنا، لا خصنا نكتشفوا الامراض ونتبعوهم ونعالجوهم، وهنا عاد غادي يكون بان راه وصلنا لهدف الازمه. وكنشكركم جميعا.
من المنظمين ديال هذه القافلة نادي معالي الخير بتنسيق مع جمعية أمود الخير وبتنسيق كذلك مع السلطات المحلية بتعاون ديالهم ومندوبية الصحة بإقليم تارودان. حطينا الرحال بدواوير زاغن وفاغن وأرازن، هذه الدواوير النائية، هذه الدواوير البعيدة على جماعة المنيزة، تابعة لجماعة المنيزة قيادة حمر القلانشة. هاد الناس محتاجيننا، كيعانيو من البعد، البعد على 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 الادارات، البعد على الاسواق، عندهم الطريق غير معبده، كاينه لابيست، عندهم ما عندهمش التطبيب، ما عندهمش الطريق، ما عندهمش التمدرس. يعني هاد الناس يعانيو، الويلات والامرين من جميع النواحي هاد الناس يعانيو، وهذا هو الهدف ديالنا اننا نحطوا الرحال هنا باش نسلطوا الضوء على هاد الناس، باش المحسنين والجهات المعنيه والمؤسسات ديال الدوله والمؤسسات الخاصه تهجه وتهتم بهاد المناطق. حتى لميرتنول السلام عليكم، مريم أكشار رئيسة جمعية معالي الخير. جينا اليوم لجامعة منيزلة، الدوار جينا لواحد ثلاثة الدواوير زاغن فاغن أرازن، مع درنا تنسيق جمعية عمود الخير، درنا التوزيع ديال 30 قفة للمواد الغذائية، زدناهم 230 منطة زائد الملابس، ودرنا الحزام ديال النظافه ديال الاطفال، وزدناهم دي باك ديال البرد ديال الارض. ساهم ديال المساكن ويسن ديال عدد الاغاره سن لابيس والمنطقه الجامعه المنيز لا جباليه تكرفص المساكن، ولكن هذوني اقنعون ربي تبارك وتعالى، هذوني جزا ربي تبارك وتعالى، عتقم بنات كان سن الكواش، كان سن تيريال، كان سن السكر، كان سن الى اخره، غنكون متشكر بزاف كما سن الدواد. المهم تبيد دم المساكين لا مولي الزرين لا مولي ما داروا لي الدواء، هذوني جزا ربي تبارك وتعالى. انا كنت شكر بزاف بزاف وكاين الا دار غير هكا الجماعه المنيز لا الزغرغين، فكنت شكر بزاف بزاف كلشي تيق بينا الحمد لله، غير كمون دام الصغير كل بدنا نستافد غير بس الدواء، استافد من غير بس جمعيه الزريتن، راه نشكر الجمعيات بزاف بزاف، راه نشكر المحسنين اللي ساهم في غنشكاد ولا اللي طوعان، راه نشكر الصحافه، راه نشكر اللجنات، راه نشكر قائد البلاد، نشكر السلطات، جميع السلطات المحليه.